تحية لكم والسلام عليكم. مرحبا بكم أيها الإخوان في صفحة جمال السعدي. اللي درت واحد ملاحظة، درت واحد تسجيل وبعض الأشياء اللي يعني ما تيقبلهاش العقل. رغم التدخل الأمني، رغم الوقوف ديال رجال الأمن بقوة الفوضى العارمة التي مازال أصحاب التاكسيات الكبيرة والصغيرة، السيرف الصغير والسيرف الكبير في مدخل ساحة الجمال، يعني ما كاينش شي. وتعلم علاش كيقلبوا على السائح، تيقلبوا على السائح ويشير لهم شي مواطن عادي، والله لا زول. هذه حالة، شوفوا معايا هذا الفيديو اللي صورت لكم من المباشر من المدخل ديال ساحة جمال فنا أمام عرس البيرك وأمام الأبناك، وتشوفوا الحالة الكارثية كيف كيتعاملوا، كيفاش كيدوروا يتقلبوا على السياح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثلاثة أربعة خمسة، أربعة خمسة فاتت.